أخبار اليوم. ما نلاقي أي شيء إحنا نمسك كشاف على طول وننور قدام القادة وقدام القيادة وقدام الناس. ننور دورنا كإعلام، ننور لو في عقبة أو في حجر أو في عائق نشوفه عشان ما نتكعبش فيه ونزيله، ولو في طريق ماشي نسرع الخطى فيه وهكذا يعني. طب أستاذ ياسر، لو حضرتك من خلال عملك طبعا كمتابع جيد لكل وسائل الإعلام، أنا شايف أن هناك نبرة من النقد العالي وربما في أحيان الجارح بدأت توجه للرئيس عبد الفتاح السيسي. هل هي اختبار قوة بين الإعلام وبين الرئيس؟ هل هي عودة لشبح الماضي عندما أسيء فهم الحرية وتحولت إلى فوضى؟ حضرتك بتنظر للأداء الإعلامي إزاي في مجال شدة النقد الأيام دي بالذات للرئيس؟ خلينا نتفق على حاجة، نتفق إن أولا الناس دي بتحب الرئيس مع اختلافها، قوى المدنية وشباب الافتسام، حتى بعض الوجوه مثلا بتقول دي بتتكلم وبتستضيف ناس وبتعمل ومش عارف ايه، وبعض الناس يقول عليهم دول طابور خامس. و احنا نعرف الناس على المستوى الشخصي، الناس بتحب وما عندهاش، هو الامل اللي عندك ان بلدنا دي هل احنا عندنا بديل تاني؟ عشان كده الرئيس حتى وهو في مره كان بيتكلم وما كنتش لوحدي، كان معانا زملاء، فبيتكلم على انه لا يهتم بشعبيته. ماشي كويس، بس احنا مهتمين بيها لان احنا ما عندناش بديل غيرك. فانك تفقد شعبيتك دي مش حاجه تعود ليك، دي حاجه تتعلق بالناس. لو احنا عندنا بديل اخر ببلدنا كفل لبلدنا، لو احنا عندنا بديل اخر كنا انت حر، انما انت مش حر في دي. انما عايز اقول لحضرتك الاعلام المصري احنا عارفين احنا في مرحله انتقاليه، البلد كلها في مرحلة انتقالية، حتى بعد مجلس الشعب مرحلة انتقالية في الاقتصاد، مرحلة انتقالية بين مؤسسات مخوخة سياسية اللي بنحاول احزاب جديدة بتنشأ او احزاب قديمة بتتغير ويمكن تعمل ائتلافات جديدة ببرلمان شكل. وانا اتمنى للوجوه الجديدة اللي هنشوفها تسري وناس ما نعرفهاش ما نقدرش نحكم عليها، اللي زعلان من الوجوه الجديدة يا ريت يبقى في وجوه جديدة ودم جديد في كل حاجة. عايز اقول لحضرتك ان يعني نستنى بس كده كاعلام، احنا في مرحله انتقاليه صحيح بس نحاول نتأنى شويه. طب المرحله الانتقاليه دي فيها الاعلام وفيها خيول شارده،